واسمع مني مثل العادة مع جوال زعيتر. صباح الخير جوال. صباح النور لوركا، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. أخصائي ويلكم باك. شكرا جوال، ما شفتك هالمرة لأنه بتعرفي كنا شوي مضغوطين بمعرض أبو ظبي، بس دائما أنت بالقلب على كل حال وبالبال. اليوم رح نحكي حضرتك أخصائية علم نفس، لأنه عادة بنخلط شوي تغذية معه، ورح نحكي صح. عجبني كثير على فكرة العنوان، وهيك يعني شوي بنقص كمان اضطراب تشوه الجسد. جسد. عم نعرف إنه ربما يعني في ناس كثير معلقين بشكلهم ومرتبطين بفكرة إنه هن ناس حلوين أو صحيين أو صحيحين، فأي يعني تشوه ما أو أي طارئ على هذا الشكل ممكن يسبب لهم، أكيد بده يسبب لهم اضطراب أو تروما إذا كانوا معلقين بفكرة الجسد ومتكلين بحياتهم على هذه الفكرة. فخبرينا شو جاب لك تقولي. هلا اضطراب تشوه الجسد لوركا هو من له Body Dysmorphic Disorder BDD. هيدا المصطلح طلع من 1891 تقريبا بمصطلح اسمه ديسمورفوفوبيا من طبيب نفس بريطاني. طلع بهيدا المصطلح كان عم بيشوف انه في هيدا الاضطراب عند كذا حدا من المرضى اللي عنده، وطلع بهيدا المصطلح. وبعد كذا سنة صرنا بالعصر العشرين، بوقتها صاروا بالعصر العشرين، وطبيب نفس كمان أمريكاني غيروا وسمي اضطراب تشوه الجسد أو Body Dysmorphic Disorder. واللي هو بيقول أنه في أشخاص مثل ما كل حدا منا بحب أنه يظهر أو يطلع بصورة جمالية معينة، بصورة حلوة، بصورة perfect، بس ممكن في أشخاص بالحياة يكون عندها بعض القصص أو الأمور بشكلها تكون بتزعجها منهم، يمكن منخار كبير، منخار كتير صغير، عيون، تم بأحجامهم يمكن يا صغيرة يا كبيرة، حدا كتير ضعيف، حدا كتير ناصح. يعني تشوه جوايا، يعني تشوه قصدك مسبق، يعني أنه واحد خلق معه، ممكن يكون مش أنه طارق تشوه خلق. صحيح، مش طارق مثل ما ذكرت بالأول، هو يكون خلق معه هيدا الشيء، بس كمان مع الوقت لوركا يمكن أي حدا شكله طبيعي ومتصالح مع حاله، مع الوقت مثل ما قلت يطرق عليه شيء فجأة، يمكن يتغير بشكله من وراء حادث معين، من وراء يمكن مثل ما هلأ قلت أنه حدا كتير ضعيف كتير ناصح، يمكن بسبب مرض معين ضعيف كتير هالشخص أو نصح كتير هالشخص، فمبلا ممكن يكون مثل ما أنت قلت أنه سبب طارئ، بس هو المنشأ هيدا المرض أو أساسه أنه بيكون بشكله هيدا الإنسان شيء هو منه بإيده، ما قدر يغيره ومضايقه بحياته. فهيدا هدول الأشخاص لوركا ممكن يعني على فكرة أنه يكونوا هول الأشخاص هن بيطلعوا هن بيشوفوا هيدا الشيء، بس هذا الشيء ما يكون ملحوظ لغير العالم، والأشخاص التانين يعتبروا أنه هو شيء عادي طبيعي منه هالقد. أكيد، بس الإنسان كتير بيقعد عمريته وكتير بينتقد حاله، بصير بيشوف الأشياء اللي الآخر ربما مش شايفها. أو ليش في أشخاص مثلا بالحياة بيشوفوا الأشياء غير أشخاص تانيين؟ في ناس مثلا منخارهم كبير وربما يمكن عندهم عظمة بس بحسوا حالهم حلوين، بقول لك ما بدنا نغير. فهذا الشيء له علاقة بأنه شو سمعوا بحياتهم عن هذا الشيء، يعني كيف تربوا، كيف كبروا، شو سمعوا، تعرضوا لتنمر كذا، فله علاقة هون. صحيح، هون بنرجع لنحكي عن سبب ليه بصير في اشخاص عندهم هيك واشخاص ما عندهم هيك، مثل ما هلا قلت انه في ناس عندهم اياها، ناس ثانيه كثير بيكون يمكن عندهم شيء اصعب من الاشخاص هوليك ومتقبلين الموضوع، بتلاقيهم عايشين ببيس وسلام مع نفسهم، وفعلا بيكونوا واثقين من حالهم وعادي هذا الموضوع عندهم. حلو يعني شيء كثير، بس حلو كثير هذا الشعور. هلا صحيح، الرضا هون ليه؟ نعم صحيح، الرضا بنشوف هلا، بدنا نعرف ليه السبب هوليك الاشخاص. هو ممكن يكون سبب جيني اللي هو ما بنقدر نغيره، ممكن يكون سبب بيبقى من وراء الاشياء اللي تعرض لها، مثل ما هلا قلت ممكن تكون صدمه، ممكن تكون من وراء هو وصغير كيف تربى وكيف شاف هالانتقادات، تلقى استقبل انتقادات سلبيه من العالم كثير بحياته، يمكن تعرض للتنمر كثير كمان بوقت هو ما قدر يدافع عن حاله. يمكن والاخص تعرض للتنمر من اقرب الناس لإله، يمكن مش بس العالم اللي برا، ببيتهم الاوقات الاشخاص الأهل
الاهل بيجرحوا اولادهم، بينسوهم باشياء بتضايقهم، اذا مش الاهل يمكن الاخوه لما يتخانقوا، ليكي عيوني كيف، ليكي منخاري كيف، او القرايب او شيء، هن واولاد عم بحكي مش حيكونوا كبار. فهيدا الولد كان عم يستوعب ويمتص ويستوعب ويمتص على مدار السنين، تخلق عنده انه لا انا عن جد عندي شيء، ويمكن هي ما تكون شيء، بعد نرجع بنقول انه يمكن ما تكون هالشيء هالقد ظاهر. صحيح. هول الاشخاص شو بصيروا يعملوا لوركا؟ بصير عندهم مثل كوبينج ميكانيزمز، يعني اليات بصيروا بيستعملوها هالاشياء، يعني بيستعملوا اليات لحتى يتاقلموا مع تو كوب، يتاقلموا مع هالحاله اللي هن عايشين فيها، لانه بنرجع بنقول انه صح هن عندهم هيدا الشيء، صح هو اضطراب، وصح انه هو مسجل بالدي اس ام 5 بعلم النفس، يعني يعد اضطراب نفسي. بس هول الاشخاص ما بيعترفوا فيه، يعني في اشخاص بيكونوا عندهم اكتئاب، عندهم او سي دي، عندهم اي شيء، بيعترفوا انا عندي هيدا الشيء بس ما بيعرفوا شو سببها. صحيح. وزي سببها هيدا الشيء اللي انت عم تحكي عنه هلا، الاضطراب الجسد، يعني عدم تقبل الجسد، ممكن يكون اسبابها. صح. هلأ منقول توابع شو ممكن يصير معه، بس أنا عم أقول بالحالات العادية ممكن أشخاص يكون عندهم أمراض نفسية بيعترفوا فيها وبيكون عندهم الاستعداد يروحوا ويتعالجوا، أما هول الأشخاص ما بيعترفوا هيك، هيدا قصدي إنه هن ما بيعترفوا إنه عندهم هيدا الشيء. إذا بتسأليهم إنه أنت عندك مشكلة مع هالموضوع بقلك لا أنا ما، بالعكس متصالح كثير، بس هو بينه وبين حاله بيكون بالعكس، بيكون كثير مضايق وبصير يعمل كوبينج ميكانيزمز، بصير بيروح مثلا أولون إنه بيتطلع كتير على المراية، ممكن يقضوا لوركا ساعات قدام المراية بس عم يتفقدوا حالهم، بس عم بيحاولوا يغيروا من هيدا الشيء اللي موجود، أوقات بيلجأوا لأدوات تحسين لهيدا التشوه اللي بيعتبروه يمكن بجسمهم، يمكن عملية، يمكن بالميك اب، يمكن بأشياء يصيروا يعملوها بيزيدوا التشوه. نعم. يعني هون بس بدنا نوقف دقيقة ثانية يا جوال حول فكرة العمليات، يعني نحن لما بنشوف هيدا الشيء اللي عم تحكي له علاقة بالناس اللي عن جد بيروحوا عمليات التجميل بشكل إدماني وبغيروا شكلهم. يعني أنا بعرف وحدة بتقلي أنه أنا بشبه أمي، من هيك ما بحب أقف على المراية فراحت غيرت شكلها. صح. هو كله بيرجع لجذور من وين نابعه هالمشاعر السلبيه وهالنظره السلبيه عن النفس، بتبقى من وراء اشياء، يعني هي يمكن لو علاقتها كانت ما بعرف هي كيف شايفه حالها، يعني هي اذا شايفه حالها بتشبه امها وامها بشعه بنظرها، يعني هي بشعه اوكي، امها بشعه بنظرها وعلاقه غير سويه حتى طبعاً. مع امها طبعاً. فهي بدها تلجا لانه تغير هيدا الشيء لما تكون نسخه عن امها، بدها تكون عم بتغير. في اشخاص لوركا لا بيلجأوا للطبيب وفعلا بيكون يمكن بحاجه لتعديل معين بمظهرهم، والطبيب بينصحهم النصيحه السليمه، يا بغيروا يا ما بغيروا. اشخاص ثانيين ما بيكونوا بحاجه، بس بتلاحظ انه بيصيروا بدهم يغيروا، بدهم يغيروا من مظهرهم، وبصير مظهرهم أسوأ من ما كان لانه هن ما كان لازم لهم، وعم بيحاولوا يعملوا هيدا الشيء مثل تا يخبوا او لحتى يمكن يظهروا من هيدا الحاله اللي هن فيها، لانه هن شايفين حالهم بطريقه سلبيه. في اشخاص كمان مثل ما قلت بيقضوا كثير ساعات قدام المرايه، بنفس الوقت كمان بيكونوا بينعزلوا اجتماعيا، ما بيحبوا يكونوا متواجدين بالمجتمع، ما بيحبوا كثير يظهروا لبرا لانه بصيروا يلاحظوا انه يمكن نظره المجتمع لهم تكون مختلفه، تكون غير مش مثل ما هن شايفين شايفين حالهم. وبدنا نشدد على نقطه لوركا انه من وراء يعني المعايير الاجتماعية للجمال، هذا الموضوع كنا عم نحكي عنه أنا وياك من فترة، نعم كثير مهم هالموضوع، معايير المجتمعية اللي بيفرضها أو اللي بيعبوا لنا إياها براسنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة عبر السوشيال ميديا، أنه هيدي المرة حلوة هيدي المرة بشعة، فأنت البشعة بدها تصير مثل هيدي الحلوة بمقاييس يعني بالضبط، بتصير كل عام تشبه بعضها. مظبوط. وانه هدول الوسائل التواصل كيف بيوصلوا صوره الجمال من وراء انه نحن بنشوف انه الوحده جسمها كثير ضعيف هي اللي احلى، اللي مثلا وجهها ملامحه كذا هي احلى، شعرها طويل او قصير، كيف بتمشي كيف بتحكي، كل هالتفاصيل مثلا بتعزز انه هدول الاشخاص تزيد عندهم هيدا المشاعر السلبيه وهيدا الاضطراب. وكمان لوركا كثير بنلاقي الاشخاص
واللي موجوده هلا الفلاتر الفلترز الموجودين على البلاتفورم بالوسائل التواصل بصيروا يستخدموا اشياء لتحسين جسمهم، يضعفوا ينصحوا يطولوا يظبطوا عيونهم ينقوا وجههم، بصيروا يستعملوا اشياء بالتجميليه اكثر وبيطلعوا وبحطوا صورهم، وهيدا الشخص بصير يطلع بشوف العالم كله، ما بتلاقي قليل ما تلاقي حدا على وسائل التواصل حاطط على السوشيال ميديا حاطط صورته هو وهيك بشكل طبيعي، غير انه بحط ميك اب وفلترز كمان بيستعمل فلتر ميك اب وفلتر صح. وصرنا كلنا بنشوف هيدا الشيء وكلنا بنقيم معايير الجمال على هيدا الاساس، انه انا اذا طلعت بشكل طبيعي يمكن يبين منخاري هيك تحت عيوني تعبان، وجهي ببين اضعف حسب هيدا الشغله اللي عندهم هيدا الاضطراب، هيدا الشيء كثير مؤذي لهم، مع الوقت بصير عندهم اكتئاب شديد، يعني هذا اللي مثل ما كنا عم نقول قبل شوي بصير عنده توابع كثير لهالموضوع. نعم جوال، لكن خلينا باخر الدقيقتين لو سمحت تقولي لنا انه هذا الاضطراب، يعني الناس عم تسمع وممكن حدا يحس انه عنده هذا الاضطراب، له علاج؟ صح، هو لاكيلي انه في له علاج يعالج، يعني مش مثل الاضطرابات الثانيين اللي صعب انه نعالجها ولا والاشخاص بدهم يضلوا عم ياخذوا ادويه طيله حياتهم، هيدا الاضطراب لانه الاشخاص مثل ما كنت عم اقول يصابوا بالاكتئاب بالقلق بالوسواس القهري كمان مع الوقت ممكن يلجأوا للادويه المخدره، وبالاخير اذا ما تعالجوا للانتحار لانه خلص ما بقى بيقدروا يكفوا حياتهم بيلجأوا للعلاج النفسي السي بي تي، العلاج النفسي بيروحوا وهيدا المعالج النفسي بيقدر يساعدهم كيف يقدروا يتحدوا هالتصرفات اللي عم يعملها، يتحدوا حالهم بانهم يحسنوا ويغيروا من هالتصرفات اللي عم يعملوها، يعني بصير يقول لهم بدكم تجوا توقفوا على المرايه مثلا بدك تحاول تتجنب هيدا الموضوع انك تطلع على شكلك بهيدي الطريقه، بدك تحاول تنخرط اكثر بالمجتمع، يمكن يساعده بانه يكون في سبورت من شخص ثاني يعاني من هيدا الشيء وشفي منه، واكيد بمساعده الادويه لفتره مؤقته، هيدي الادويه بتعدل الهرمونات والمزاج ومع الوقت بمساعده العلاج النفسي والدوائي اكيد اكيد مع الوقت، يعني اكيد كل شيء بده ياخذ وقت بس ممكن اكيد يتعالج هيدا الشخص كيف يقدر يحب حاله ويشوف حاله بشكل أفضل. حلو كتير، شكرا كتير جوال زعيتر على هذه المداخلة القيمة الحقيقة، ونلتقي الأسبوع القادم.